معكم مطالي عبد الملك. جينا لهنايا عندنا بطوله عربيه وفي تونس وشر رانا مع التحضيرات لهنايا نحضرهم يطرينيو وهذه هي التحضيرات. راهي في مستوى وحنا الجزائريين ومغرب العربي ونشكروا يعني التحضيرات راهي في مستوى. ما نشكروا بلد تونس منظمة الدوله بلد شقيقه وتحضيراتها في نجاح في مستوى. نشكر كل البلد ليبيا مصر الجزائر الامارات الشقيقه كل المسلمين كل العرب وتحيه احد بوليده. والحمد لله رانا مع المتدربات هنايا تحضيرا للبطوله ان شاء الله غدا ان شاء الله تكون اليوم تبدا بدايتها مع لي بنجامان وغدا ان شاء الله اليمينيم ومن بعد موراها لي كادي. بالتوفيق للجميع ان شاء الله كاع كي تزيريين كي خاوه التونس كي الكويتيين كي كاع ان شاء الله نكونوا كاع عرب كاع خاوه ان شاء الله وندير والروح الرياضيه تتغلب ان شاء الله على المنافسه هذه ان شاء الله والامريكي كاع. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا فريق من الجزائر نادي اسمه النادي الرياضي للشباب عين نعلم. هذا فريق ما قريب من مدينه الحراش في العاصمه من الجزائر العاصمه. جينا باش نشاركوا بهذا البراعم والناشئين هذا باش ان شاء الله يعني في المستقبل يكون بطل ان شاء الله. نتمنى له التوفيق وهذا البراعم ان شاء الله توأم. اليوم عندنا المشاركه تاعهم نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. هذا مكان ان شاء الله هو نتمنى ان شاء الله نفوز بهذه البطوله ونجيب الميداليه ونفوز بالفريق تاعي ونفرح الشيخ تاعي. اسمي عبد الجليل النكازي وان شاء الله نربحوا انا واخي بالفوز بالبطوله ونفرحوا الشيخ تاعنا ونشرفوه ان شاء الله انا عبد الله النكازي ان شاء الله نربحوا هذه البطوله ونشرفوا الشيخ ديالنا ونشرفوا البلد ديالنا فريق رياضي. انا مستعدين وتحيه الجزائر. السلام عليكم. حنايا جيناكم ان شاء الله من الجزائر من ولايه سطيف جينا ان شاء الله باش نديو الميداليات الموجوده هنايا وان شاء الله نزيدو نديو لاكوب وعندنا اشقنا ان شاء الله التونسيين نمدو لهم ان شاء الله زوج ولا ثلاثه من عندنا خاطر نحبوهم وهذا هو برك ان شاء الله وشكرا كثير.